خلينا نتكلم نقول بقى اخر سبب قلتوه لما نجرب الحياه. تعالولي بقى تعالولي نبكوا سوا نجرب الحياه. هي الجواز التجربه. تقولك نجرب فالاول إيه؟ يمكن نفشل. نظلم العيال ليه؟ شفت السبب المقنع؟ سبب مقنع. يمكن نفشل. الرد بسيط جدا. هو انت متجوز لسه هتعرف؟ يعني انت بتجوز انت عايزين تقنعوني في 2022 انتوا لسه بتتجوزوا عشان تعرفوا؟ ده مش صح. الاصل ان انت متجوز بعد سؤال واستخاره واستشاره وتعرف كده واقعد معاه وخدت معاها بالاسباب وحطيت الاسئله وشفت في المستقبل ايه وحطيته الاتفاقات اللي في الحلقات ارجعوا لها تاني نحن نتكلم عليها وقلنا حطه في الاتفاقات الكلام ده بدل ما يحصل طلاق مبكر تجيلك بعد شهر وشهرين وتيجوا اتطلقنا ايه او بعد سنه نكون خلفنا مش عايز اتطلقنا ليه؟ لان في طلاق مبكر له اسباب هنقولها لكم دلوقتي. لكن انت في الاصل انت مستخير وسائل عليها وانت سائله عليه في مكان عمله في مكان بيتعامل ازاي مع نساء العيله في البيت عامل ايه في موضوع الصلاه مش بس كده انا بصلي وفلان والله فلان ده مؤتمن قوي قال لي شوف لا روح شوف هو مواظب على الصلاه ولا مضيع صلاه ايضا ما فيش رزق ضيع صلاه لا يوفق لا يوفق مش متوفق في حياته اخدها بقى عشان ان شاء الله هي تهديني الى الله عز وجل وانا كذا واعمل الراجل ما يستقيش من المراه نادره انا بقول لكم كده لكن المراه تستقي من الراجل يعني لو هو اعلى منها دين وايمان هي تستقي من تعمل تستقي نفسها بترضى بكده لكن الراجل صعب الا اذا هو من جواه عايز الامر ده وده ده في علم الغيب بقى احنا نقعد نشم على ضهر ايدينا الشيخ حازم الله يستر حاله رب فك اسره كان بيقول كده بيقول يا جماعه ما هو لو الامر بايدينا احنا كنا حلينا الدنيا لكن انت بتتكلم في غيب عند الله الله اعلم يحصل ولا ما يحصلش هنخلي بالنا من النقطه دي